وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة وسط علاقات يشوبها التوتر بسبب معارضة كابول للجهود العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة في أفغانستان. من جهة ثانية، سلم الجيش الأمريكي السلطات الأفغانية المسؤولية الكاملة عن سجن باغرام بعد أشهر من المداولات، وهو السجن الذي يعرف باسم غوانتانامو الأفغاني والذي كان موضع مناقشات حادة بين كابول وواشنطن، حيث تخشى الولايات المتحدة أن يتم الإفراج عن عدد من معتقلي طالبان بعد سيطرة القوات الأفغانية عليه.